للشواذ. جوزي لا مؤاخذه وكان الراجل ده لا مؤاخذه وكانوا هما الاثنين لا مؤاخذه مع بعض. حكمت المحكمه على هدى بإباحة وعلى منصور. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنفي، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه، بنقدم العظه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. تعالوا بنا النهارده نشوف حاجه غريبه جدا. هو الواحد بيختار اصحابه واصدقائه على اي اساس؟ ممكن من خلال العمل، انا شغال مهندس اصدقائي المهندسين، او من خلال ايام الدراسه كانوا معايا من ابتدائي في اعدادي في ثانوي في جامعه، او من خلال العمل اللي انا فيه او المكان اللي انا ساكن فيه او هم دول اصحابي وجيراني وحبايبي والمجتمع والناس. طب ايه اللي يخلي واحد قبطان بحري، راجل محترم عنده عربيه اخر موديل، يكون صديقه؟ مع احترامنا لكل المهن، احنا بس بنشرح ليه حصل او ليه حصلت الجريمه دي. صديقه واحد سواق تاكسي، تخيلوا واحد قبطان بحري بيسوق بواخر وعبارات ومراكب ولانشات، وواحد معاه لغات، وواحد بيلف العالم، قبطان بحري معتمد ابن ناس جدا، يصاحب سواق تاكسي اسمه منصور ومراته اسمها هدى. عادي، راجل متواضع، ماشي، راجل متواضع، مفيش اي مشكله خالص، ومش عيب. مهنه سواق التاكسي مهنه شريفه، والكناس في الشارع مهنه شريفه، واللي بينظف البيارات وبيسلكوا البلعات مهنه شريفه، ما نقدرش نعيش من غيرهم، ماشي. احنا بنتكلم دايما، بنشوف الاصدقاء والاصحاب من بيئات مختلفه صحيح، لكن بيكون الوسط معقول. لغايه ما جينا مره ولقينا القبطان البحري لعمرية اسكندرية متقدم ببلاغ ان فيه ناس خطفوا ومضوه على ايصالات امانة، 6 ايصالات امانة على بياض، خدوا منه 41,000 جنيه، خدوا منه الساعة والموبايل. التحريات، تعالوا نشوف بقى الاكتشاف الرهيب والتحريات اثبتت ايه، وهو القبطان البحري قال ايه، والراجل ومراته منصور وهدى قالوا ايه، عشان نشوف المفاجآت بس، والموضوع جه ازاي وترتب له ازاي. لكن قبل ما نقول الموضوع ده كله، بدعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ذات الحلقة. اللي حصل انه القبطان البحري اتعرف على السوادة من خلال صفحة على الفيسبوك، صفحة على الفيسبوك معمولة للشواذ والعوذ بالله، قوم لوط. السواق التاكسي ده شاذ، والقبطان ده بيعاني من نفس المشكلة. اتعرفوا على بعض وابتدى يتقابلوا مع بعض، وابتدى القبطان بيزوروا بيته ويمارسوا مع بعضهم والعوذ بالله اللواط. وكان طبعا الراجل بيروح له بعربية اخر موديل ولبس كله براندات، وراجل من وسط راقي جدا مع واحد سواق. لغاية ما في يوم السواق قاعد مع مراته اللي اسمها هدى، بيقول لها شفت الراجل؟ شفت العربية بتاعته؟ شفت الموبايل احدث موديل اللي ماسكه؟ لا، وجيبه. شفت الفلوس اللي بيحطها في جيبه؟ ده غير الفيز، ده غير البلاوي اللي عنده. قالت له اهو النبي، طب انت مش هتبطل الهباب اللي فيك ده؟ هو انا مش مكفياك يا راجل؟ قال لها ما انت عارفه فلوسه كتير. تخيلوا لما الست تبقى عارفه ان جوزها لا مؤاخذه وتقول مش هتبطل الهباب ده، وكانه بتقول له بطل شرب سجاير مثلا. المهم قالت له طب ما نحاول ناخد منه قرشين حلوين، راجل زي ده لو خدناه وصورناه وقلبناه في قرشين وهددناه هيبقى كنز اتفتح لنا، نبقى حاطين رجل على رجل وبعت لنا، ومش هيقدر يقول لا. قال لها والله سيبيني افكر وارتب الموضوع. قال لها عندك حق، صح، احنا نصوره. قال لها بس هتفضحيني انا التاني، انت هتصورين وانا معاه. قالت له يا راجل ما كله نظبط بحيث الصوره تيجي عليه هو بس وما تجيش عليك انت. قال لها طب نظبطها. فعلا راح متصل بقبطان البحري وقال له تعالى انا مستعد النهارده. فعلا الراجل ركب عربيته وراح له في العمريه، وابتدى يتبادل معاه والعوذ بالله اللواط. والزوجه راحت داخله عليهم، عملوا فيلم مع الراجل، طبعا كانت مصوراه، وبعد كده راحوا مهددينه، امضي على 6 ايصالات امانة على بياض، هات الموبايل اللي معاك. فتشوه، ابتزوه، خدوا منه 41,000 جنيه، والا هنفضحك. الراجل لقى نفسه ايه؟
يا نهار اسود، ده انا بالنسبه لهم حنفيه فلوس. المره دي خدوا من الموبايل ومضوني على 6 صالات امانه على بياض، وخدوا مني 41,000 جنيه، ولو ما عطتهمش هيشتكوني باصالات الامانه. ده هيبيعوني هدومي، مش عربيه ولا بيت ولا فيلا، ده هيبيعوني كل هدومي. ده انا بالنسبه لهم بقيت مغاره علي بابا، مصباح علاء الدين اللي يدعكوه كده، وكل ما عايزين هات هات هات، مره باصالات الامانه، مره بالفيديوهات، مره بالذل اللي بيعملوه لي، والا هيفضحوني. راح متوجه الى مديريه الامن، حرر بلاغ ان هو حد خطفه وصوروه وابتزوه وخد كذا كذا. لما تم القبض على السواق بالتحريات وعلى هدى، اعترفوا وقالوا ايوه كان في علاقة فعلا، وهدى اعترفت على جوزها، جات جوزي لمؤاخذة، وكان الراجل ده لمؤاخذة، وكانوا هما الاثنين لمؤاخذة مع بعض، واحنا قلنا الراجل ده مش كويس خلاص، يبقى احنا الفلوس اللي معاه دي مش عارف النعمة اللي ربنا عطاها له، مش قادر يحافظ عليها وماشي ماشي البطال، نستفيد منه، هو ياخد اللي هو عايزه واحنا ناخد اللي احنا عايزين. وبالفعل صورناه وخدنا منه 41,000 جنيه. فين الفلوس؟ ما لقوش غير 36,000 جنيه. فين الموبايل؟ ادي الموبايل. فين الساعة؟ ادي الساعة. فين اصالات الامانه؟ دي ست، كل حاجه رجعت الا 5000 جنيه هدى وجوزها منصور قالوا صرفناها على، كان علينا شويه ديون، على شويه اكل كان نفسنا فيهم، على فسحه للعيال فعملناه. تخيلوا ان راجل قبطان بحري يرتبط بعلاقه اثمه وشذوذ مع سواق، ضيع مستقبله ولوث سمعته وشرفه وابتزوه وصوروه، عشان ايه؟ كل داء وليه دواء. طبعا تم القبض عليهم، سلموا المسروقات باستثناء ال 5000 جنيه. حكمت المحكمه على هدى بايه وعلى منصور؟ منصور 6 سنين سجن، 6 سنوات هيسجنهم، ومراته هدى 3 سنوات سجن. ده حكم رادع، رغم ان هما الاثنين، بس القانون عندنا ما يقدرش يتهم القبطان بحاجه. هو نافى، قال لا ما حصلش. هيثبتوها ازاي؟ قال لك لا انا مش شاذ، انا زي الفل. لكن الناس التانيين اعترفوا ان هم فعلا استدرجوه وصوروه وخدوا منه الموبايل ومضوا على 6 صالات امانه وخدوا منه الساعه وخدوا منه 41,000 جنيه تحت التهديد. اعترف التفصيليه. حته بقى قصه شذوذ ولا مش شذوذ، دي شغل تحريات، التحريات اكدتها، لكن ما فيش تهمه على القبطان البحري. فتم الحكم على الزوجة ب3 سنوات وعلى الزوج ب6 سنوات. عشان كده احنا بنقول يا جماعة الصفحات المشبوهة اللي جماعة الشواذ بيتواصلوا عليها لازم نقفلها. كل من يمارس عمل مخالف للشرع، هو ده مش عمل، دي رذيلة، ومخالف للأعراف وللناموس الطبيعي لازم يتحاكم، زي اللي عامل صفحه عشان تبادل الزوجات، وزي اللي عامل صفحه عشان ممارسه الشذوذ، وزي اللي عامل صفحه علشان القواد. يا جماعه ده احنا بلد اسلامي، حرام عليكم ضيعتوا اولادنا وضيعتوا شبابنا. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.